جايز مرحبا انغاسيا سيرينيدا. اليوم الفيديو راح يكون فيديو انا كتير متحمسه له، وهو ماذا يوجد في جوالي وماذا يوجد في ابل واتش تبعي. اول اشي حابه اورجيكم ايش موجوده في جوالي، نكشف ايش في اسرار في هذا الجوال، وافتح ساعه ابل اللي جبتها جديد معاكم. مش عارفه زي ما انتم عارفين اذا متابعيني على الانستا بيكونوا عارفين هذا الاشي، انه بابا رجع من السفر له اسبوع. هو كان مسافر في تركيا، وانا بصراحه ما توقعت بابا يجيب لي هذا. انا بس حكيت له حلو ابل واتش، انا حابه ابل واتش بصراحه، ما توقعت بابا يجيب لي عن جد يعني. وعن جد طلع بابا جاب لي هديه من تركيا، فكتير كتير كتير شكرا يا بابا، عن جد كتير كنت نفسي فيه. وبابا فتحها لما كان في تركيا عشان يشوف، يعني بده يشوف انه خربان ولا لا او كيف من جوا، فهو فتحه بعدين انا حفتحه كمان مره. وانا استخدمت هذا الابل واتش اللي اسبوع، بس حاب اورجيكم ايش في جوا من اول ما اشتريت، وايش في تطبيقات ممكن استخدمها جوا الابل واتش، وكمان اهم اشي برضو جوالي. خلينا نبدا بالجوال بعدين نروح على ابل واتش. اول اشي هذا هو كفر جوالي بنفسجي لونه، نوعه ايفون 11 برو، لونه زيتي. صراحة جبت لون الزيتي عشانه لون غريب، بدي هيك اشي مميز، انه ابيض دايما بشوفه واسود دايما بشوفه، فقلت الزيتي يمكن اشي مميز شوي. نبدا اول اشي هاي خلفية جوالي، نعمل سكرين للشاشة، نبدأ من أول الشاشة. أنا طبعا مش من النوع اللي برتب جوالي وأشياء زي هيك، زمان كنت أعمل زي هيك بس صرت أكسل. فأول إشي زي ما انتم شايفين هذا التطبيقات الأساسية، هذا الفايل أو هاي المجلد بحكم فيها ثلاث برامج، هدول البرامج متعلقة بأبل واتش. هذا الأول برنامج، هذا بكون إيش بلعب رياضة كل يوم، ولما ألعب رياضة بشغل الأبل واتش وبشوف إيش الرياضة اللي لعبتها، كم كالوري أنا لعبت وهيك، وكتير كتير منيح أنا البرنامج اللي استخدمته. هاي البرنامج رح أورجيكم إياه بس لما افتح الواتش، والباقي تقريبا اشي اساسي ويعني ما بدها اشي شرح. فخلينا نروح على الصفحة اللي بعدها. فوق هذا موجود بطارية الساعة والبطارية الجوال، ونبدأ بالمجلد الاول هذا اللي فوق فيها التطبيقات الاساسية حطيتهم هان، بعدين اللي جنبه هذا سناب شات، والبرنامج اللي جنبه برضو برنامج كاميرا واشياء، والتالت اشي برضو برنامج كاميرا بس بشبك على الكاميرا اللي قدامي كانون، بشبك مع بعض وممكن اشوف من هذا الكاميرا ايش كيف بصور قاعد، بس نسيت كيف استخدمه. بعدين اللي تحتي كاب كات هو برنامج تصميم اشياء فيديوهات، واللي جنبها برضو برنامج فيتا برضو لتصميم فيديوهات، كتير منيح هدول البرنامجين. تمام، واللي تحتي كول هذا المجلد واتساب زي ما تعرفين، واتساب بحكي فيها مع صحباتي، واللي جنبها كاكاو توك. كاكاو توك هاي البرنامج زي نفس الواتس بس للكوريين، يعني اغلب الكوريين بيستخدموا هذا البرنامج للتواصل، فبيستخدموا برنامج كاكاو توك اكثر اشي. واللي جنبها ماسنجر زي ما انتم عارفين ماسنجر طبعا، واللي جنبها لعبة جواكر مش عارفة اذا بتعرفوا هاي، كنت كتير بلعبها في الاجازة، لعبة شدة وهيك. ونروح على الانستغرام، تابعوني على الانستغرام اذا مش متابعيني، عشان بنزل فيها كتير فعاليات، لا بصراحة مش كتير، مرات اللي بنزل فيها فعاليات، وبنزل فيها صور دايما، برضو مش دايما، بس برضو تابعوني انا بنزل فيها صور حلوة. ونروح التاني اشي يوتيوب، هاي قناتي تابعوا فيه، حطوا سبسكرايب، حطوا لايك للفيديو. واللي بعدها فيسبوك، والفيسبوك ابدا ما بستخدمها هاي الفترة، فيسبوك كانت كل العالم عليه وانا كنت كتير على الفيسبوك، بس نقلت على الانستغرام وصرت على الانستغرام اكثر اشي. واللي جنبها تويتر، انا عاملة حساب تويتر على اساس صحباتي فيه وهيك، بس انا ما بستخدمه ابدا، ما بعرف له كتير تويتر فما بستخدمه. واللي جنبها كلاس روم ندرس عليه هاي الفترة، واللي جنبها تيك توك، تيك توك برضه كتير بقعد عليه هاي الفترة، ونيفر اوكو، هاي نيفر زي جوجل بالضبط بس للكوريين، بس فيها معلومات للكوريين، فاهمين كيف؟ فالكوريين ما بيستخدموا جوجل كتير، بيستخدموا نيفر اكتر. والهاي المجلد بيكون برنامج بس ما بستخدمه كتير، بحطهم هيك بمجلد. اول برنامج هاي دليفري اكل في كوريا، وهاي هاي هاي البرنامج سيمبل نوتش، هاي البرنامج انا كتير حابه احكي لكم اياه. هاي البرنامج بتعملوا شايفين هاي الشكل اللي فوق، هاي الدائري هيك بصير، هيك بصير شكل فوق الجوال زي هيك، بختار خلفيه وبحط هاي الارنين اللي فوق، ارنين الدب، والصفحه اللي بعدها
برنامج طرب هاي للأغاني بس ما استخدمته لسه كتير. برنامج هاي المجلد شوبينج فيها برامج للشوبينج للأواعي الجبهة كروم بيكس آرت، عارفين هاي بيكس آرت بيكون برنامج تصميم صور، والبنترست برنامج أكثر برنامج بحبه، كل صوري من هناك يعني صور خلفيات وأشياء كله من هناك أنا بجيبه كتير حلو، حتى خلفيتي هذا من بنترست. واللي جنبها بيكون برنامج فلوج بمنتج فيديوهاتي كله من هاي البرنامج فلوج، كتير كتير هاي البرنامج كتير حلو وأنا كتير متعودة عليه، أنا أمنتج كل فيديوهاتي فكل فيديوهاتي من هاي البرنامج أنا بمنتج. واللي جنبها نتفليكس كنت مشتركة فيه بس بطلت فما بستخدمه كتير، والباقي مش مهم كتير النط. والصفحة اللي بعدها هاي المجلد، صراحة أنا حطيتها بمجلد واحد عشان بطلت أستخدم هدول البرامج، لما نطلب تاكسي نستخدم هاي البرنامج بس نستخدمه في كوريا فبطلت أستخدم هان فحطيته هان. واللي جنبها هاي خرائط المترو في سول في كوريا، خرائط المترو ومتى بيجي المترو، لما كنت في سول كنت بستخدم هاي البرنامج كتير عشان أشوف متى جاي المترو كيف ممكن أروح على هاي المكان، وبتابع واحد واحد بهاي الخريطة بس طبعا بطلت أستخدمها فحطها بهاي المجلد. واللي جنبها بيكون كاكاو ماب، هذا برضو خريطة كاكاو. واللي جنبها برامج مش مهمين كتير فمش هحكيهم. واللي آخر مجلد هاي بيكون مجلد أبل واتش، هذول البرامج بستخدمهم للأبل واتش، وهلأ حورجيكم أبل واتش من أنا هيك نفتحه بيكون هاي إشي دايما بيكون موجود لما أشتري الجوال بس مش مهم كتير، بحكي عن كيف ممكن اشحن وبصر ايش طبعا عارفين احنا. واللي بعديها بيكون الشاط موجود، انا جبت ابل واتش لونه سيلفر، يعني سيلفر بيجي معاه هذا الشاط الابيض، فبيجي مع شاط ابيض بس ما بستخدمه عشان ابيض انا حاسه حيتوسخ. الساعة بكون دائما حطاه في ايدي وبخبط هانهان ممكن امسح فانهان فبطلت استخدم الابيض. ف هاي الابل واتش هيك شكله، انا اللي استخدمها اسبوع فحكي لكم ايش المميزات تبعتها وكيف استخدمتها واشياء. حط هاي الاشاط، هاي الاشاط كتير عجبني كتير لونه حلو هيك، فحورجيكم ايش الاشاط اللي جبته برضو. مقاس 44 اكبر اشي، وهذا بيكون شاحنه بيكون مغناطيس من هان وهيك نشحن. هلأ ننتقل على البرامج اللي حكيت لكم اياه، هدول البرامج كيف ممكن استخدمها مع ابل واتش. اول اشي نفتحه هيك، بنفتح بيكون في كلمة سر، تمام هاي بيكون في كلمة سر، بحط الكلمة سر اللي انا حطاها، بفتح هيك بتلاقوا البرامج هيك البرامج كله، وممكن هيك تشوفوا البرامج وهيك اشياء. فمن هدول البرامج اول اشي نقلت كل البرامج الموجودة اللي ممكن تتنزل على الساعة، ودورت على ايش البرامج ممكن تستفيد منه، بحب يكون في خلفيات اكتر واحلى على الابل واتش، فلقيت هاي البرنامج اسمه كلوكي اللي تحت الاسود. هاي البرنامج بعمل فيها خلفيات، انا هاي الخلفية اللي انا حطيتها من عندي هاي مش من الابل واتش نفسه. البرنامج اللي فوق واتش تشات، هاي الواتش تشات ممكن اكلم حدا على الواتساب بالابل واتش، كتير حلو البرنامج. بيكون موجود محادثات اللي انا حكيتها مع صحباتي، ممكن ابعت فويس وممكن اكتب كتابة، فهي نزلته على السريع عشان اي رسالة ينبعت من واتساب ممكن ارد على الواتساب، فحبيت هالبرنامج ونزلته على السريع. واللي جنبها بيكون هاي البرنامج اللينس، هاي البرنامج بيخليني استخدم انستغرام على الساعة، ومش انستغرام بس ممكن استخدم انستغرام. هلأ بورجيكو كيف بستخدم انستغرام بالواتش. شوفوا هيك بيكون موجود من جوا الواتش، واول اشي هوم بتدعسوا على الهوم بتلاقوا المنشورات اللي الناس اللي نزلوها هيك، بس بيحمل الصور بس في منشورات يعني زي هيك، ممكن احط لايك او اشياء. اكتر اشي بستخدمه واللي حكيت لكم عليه باول الجوال، هاي الثلاث برامج للرياضة، فوانا رايحة على الجيم بروح بلعب رياضة وقلت خليني استفيد من هاي الساعة، فبحط نوع الرياضة اللي بلعبها وبطلع لي كالوريز استغليتها او كيف ضغطي هلأ او مع الرياضة وهيك، بطلع لي كتير اشياء حلوة. هاي برنامج الرياضة اللي بلعبها بالنص، هاي
نوع الرياضة اللي بتلعبوها وبحسبكوا كم الوقت اللي تلعبتوها فيه. فهاي البرنامج كتير بستخدمه هاي الفترة مع الرياضة واللي جنبها تقريبا نفس الاشي. والاخر اشي برنامج الواتش. هيك انا اخترت كم الخلفيات، هذول الخلفيات اللي بستخدمهم. انا اخترت كم هيك اشياء حلوة واللي ممكن تنزلوا تشوفوا اشياء تانية كمان. كتير في اشياء، شيء اكتر اشي كيوت توي ستوري، كتير كيوت هدولا. شوفوا هيك بتحرك الرسومات وهيك اشياء، فكتير كيوت. وبابا طبعا كتير جاب لي بانز للساعة. شوف ما اكترهم. انا لهلا بس استخدمت اشي غير هاي الخضرة، هاي الخضرة اللي بس انا طلعتها، بس الباقي لسه ولا مرة استخدمتهم. يكون اسود سكني غامق، هاي رمادي فاتح، الاسود ابيض وبيكون في دائراتك، وهاي بيكون ازرق زهري فاتح، احمر كحلي. شوفوا ما اكثرهم، مش عارفه كيف بدي استخدمهم انا كلهم. كمان اورجيكم مع الاغراض الجوالات وهيك، اورجيكم الكفرات اللي جبتهم. كفر الكيوت كثير حلو. هاي كفر في شبه بين التوي، برضو من نفس المكان جبت هذا الكفرين والكفر هذا، كثير حلو. نفسي استخدمه بس لسه لهلا ما استخدمتهاش. هاي الكفر برضو لونها زي هيك، زي قوس قزح هيك بيروح وبيجي، سمبل هيك لون اخضر كثير حلو. هاي برضه بس لهلا ما استخدمتهم. هذا بيكون بحطه ورا الجوال للايد، هاي من يعني بتلزق ورا الكفر. وبس هذول اللي موجودين بالساعة وجوالي بشكل عام يعني. واهم اشي بكل الساعة هو هذا. قلت لبابا، بابا قبل ما تجيب اي 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 نوع من البانز قلت له هذا اهم اشي بابا جيب. زي ساعة، عن جد زي ساعة. فارجيكم كيف انا برفعها. فيها انا الزر ورا، فبدعس الزر هذا وبنزل هاي الساعة هيك، بضل هيك الساعة نفسها من تحت لهيك. ادخلها هيك، دخلت الاولى والثانية من هاي، برضو بدخلها هيك. فالسيلفر مع هاي الاشي السيلفر كتير بيطلع حلو. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. ان شاء الله عجبكم الفيديو، ان شاء الله استمتعتوا معي هيك بالفيديو. وبس هذا كان فيديو اليوم، وما تنسوا اللايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وبس باي. We've been all the same thing. We're both complices. And the people don't know. Worries on our